والهيروغليف ده هو بقى بيوصف كل واحد، يعني هو هنا كتب لها صار اسود بنت الملك انغت اف من صلبه مريت اف محبوبته، بعد كده اسمها على طول ميكت اتون، يبقى المتوفاه مين؟ ميكت اتون. ما ينفعش بقى حد يقول لنا اصل دي ميكت اتون والبنت الثانيه اللي بتقول دي واضحه وصريحه ميكت اتون. مس ان مولوده بواسطه حمت بسوت ويلت الزوجه الملكيه العظيمه اللي هي مين؟ نفر نفرو اتون نفرتيتي. كرر نفس الكلام مع باقي البنات، كل بنت خدت الوصف بتاعها في ثلاث سطور. دي البنت الاولى كاتب لها صارت نسود بنت الملك انغت اف من صلبه مريت اف محبوبته، وبعدين اسمها مريت اتون. مس ان مولوده بواسطه حمت نسود ولد الزوجه الملكيه العظيمه، ومديها لقب تاني نبكتاوي. نبكتاوي دي صفه لنفرتيتي اللي هي سيده الارضين. بعد كده اسمها نفرتيتي عن خديجه ابنح، ويعني نتمنى لها عمر طويل. عمل كده مع البنت رقم ثلاثه صارت نسود بنت الملك.